مساء الخير، انا اسمي كريم، منسق حملات التوعيه لفريق التحرش اللي كنت متطوع قبل كده في ريان. المهم دلوقتي انا عايز ارد بس على الاستاذ اللي هو اول نقطه قال ان هو قال العشوائيات بس هي اللي بيطلع منها التحرش بنسبه كبيره. تمام، انت بس حصرت العشوائيات، لكن انت ما تعرفش ان مدير الشركه بيتحرش، ان التحرش ده في اي حته في العالم. فاهم؟ بس انا بس عايز افهمك حاجه، ان برضو احنا مش هنعرف نقول ان المنطقه دي بس هي اللي بيطلع منها المتحرشين. مش مرض. استنى بس، تاني حاجه انت قلت ان السعوديه مش عارف ايه والتحرش فيها عشان هي دوله اسلاميه، ان السعوديه ما بالنسبه للتحرش فيها قليل. احنا ملناش دعوه دلوقتي بالبلد التانيه، زي ما انت شايفها بالظبط كده.